غرار هوليغانز الدوري الإنجليزي والكرة الإنجليزية بصفة عامة. تلعب الكرة حول الانطلاق، تدخل في المنطقة دي إبراهيم. أوه، قبل ذلك الحكم، ماذا قال الحكم؟ ماذا قال حكم المباراة؟ منح ركلة جزاء لطفي بوكواسا خالدي، هكذا إذن منح أو تسبب في ركلة جزاء للنادي الرياضي القسنطيني في الدقيقة الأولى من الزمن بديل الضايع، من الوقت بديل الضايع. سنتأكد إن كانت الفرصة والكرة داخل منطقة الجزاء من هذه الزاوية. نعم سمير، من هذه الزاوية داخل المنطقة بشكل واضح، وركلة جزاء صفرها حكم المباراة. ذي إبراهيم يتقدم، ذي إبراهيم يستعد، ذي إبراهيم يتريث، يتقدم ذي إبراهيم، ذي إبراهيم، أول هدف في المباراة، أول هدف في المباراة للنادي الرياضي القسنطيني بقدم ذي إبراهيم، هدف مقابل صفر، 1-0 للنادي الرياضي القسنطيني، وفرحة كبيرة للسنافر أمام حيرة من الهوليغانز في الجهة المقابلة. 1-0 في هذا الديربي المثير، في هذه المباراة الشيقة، في هذه المواجهة القوية، في هذا السجال القوي بين النادي الرياضي القسنطيني والاتحاد الرياضي العنابي. 1-0 وتشتعل المدرجات من هناك في الجهة الجنوبية لملعب 19 مايو بمدينة عنابة، الجهة المخصصة للسنافر ولأنصار النادي الرياضي القسنطيني. بروعة واقتدار دي إبراهيم بعدما تلقى الإسعافات اللازمة خارج أرضية الميدان. تسترجع الكرة القسنطينية، تصل دي إبراهيم، دي إبراهيم يستقبل هذه الكرة ولكن مشت من هناك لخارج المنطقة. صاحب الحلول الفردية يفضل العودة إلى هو رباعوش، ذو التوسيعات الجميلة هو رباعوش، تبقى الخطورة والكرة التسديدة، با 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 با. هدف ثاني جميل، هدف ثاني جميل، ولا أروع ولا أجمل. حاول في الأولى والثانية والثالثة فكان له ما أراد بالتسديدة القوية. أحمد خالدي ينجح إذن بعدما حاول بتسديدات كثيرة منذ بداية المباراة، منح الهدف الثاني والأسبقية والأريحية والأفضلية للنادي الرياضي القسنطيني في حدود الدقيقة 80 من زمن المباراة. صحيح أن المدرب عمراني لا يبدي ولا يظهر الفرحة في وجهه، ولكن الأكيد أنه أسعد من هو في الملعب في هذه اللحظة. تسديدة قوية جدا، والمتابعة بعد كرة مرتدة من الحارس، المتابعة من خالدي، لا يخطئ المرمى في تسديداته من هذا المكان. 2-0 للنادي الرياضي القسنطيني أمام أصحاب الأرض وضيوف اتحاد عنابة في هذه المباراة الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر. تسديدة قوية، الشباك تهتز للمرة الثانية، والمباراة لن تتوقف عند هذا الحد قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الرسمي.